جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أصبحت على جنابة وكان البرد شديدا وخفت على نفسي من الاغتسال، فهل يجوز أن أصلي الفجر بالتيمم وأتيمم بالناس أيضا؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز هذا إلا إذا كنت في مكان لا تتمكن فيه من تسخين الماء. أما إذا كنت في مكان تتمكن فيه من تسخين الماء أو الحصول على ماء ساخن أو ليس شديد البرودة، فإنه يجب عليك التماس الماء المناسب والاغتسال به من الجنابة ثم الصلاة بعد ذلك منفردا أو مع الجماعة. أما إذا كنت في مكان لا تتمكن فيه من تسخين الماء، كأن تكون في بر ليس معك نار ولا حولك أحد معهم نار تسخن بها الماء، فحينئذ تتيمم. لأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه خرج في سرية وأصابه احتلام ولم يكن معه ما يسخن به الماء والبرد شديد، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم يأمره بالإعادة. نعم.